بسم الله الرحمن الرحيم. نزلتم أهلا وحللتم سهلا جميعا. أهلا وسهلا بكم كل باسمه ولقبه على أرض مخيم نور شمس، ضيوفا أهالي أعزاء في فوج تكريم طلاب التوجيه. نعم أهلا بكم أيها الحضور الكرام لتشاهدوا جهود نخبة من أبنائكم وهم يعزفون على أوتار الإبداع لحن التفوق والنبوغ. هدفهم في ذلك أن يكونوا حماة لهذا الوطن، وكأني بأصواتهم تهتف وتقول: يا بلادي تغني وافخري، وانشري مجدنا ثم اجهري مشعلا عبر الورى كوكبا عند السرى. اقرأ لعل الله يوقظ قلبا غافلا، اقرأ ليهدي الله قلب كل مروعي، اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى من قومنا ويلين قلب عنيدي. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأستاذ الفاضل صالح أبو سريس، فليتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. صدق الله العظيم. طيب الله أنفاسك. يبقى عاليا يرفرف فوق ثرى الوطن، ليبقى عاليا شامخة شموخ جرزيم عيبال، ويعانق حبات الرمل في غزة، ويحتضن أرض الوطن الحبيب. أيها العلم رفرف، فساعات الحرية قادمة لا محال. والآن مع النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.
والآن لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء. صدق الله العظيم. أما الآن نترككم لاستقبال الطلاب الناجحين مع المطرب جعفر شحادة. والناجح يا أمي جبت الشهادة، ضميني ضمي فرحة وسعادة. وناجح يا أبوي كله من فضلك، وانت يا أخوي الساعد يندهلك. بدنا نسمع كف لطلابنا بالعالي. سقفولهم كمان 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 سوا 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 سوا. وناجح يا أمي جبت الشهادة، وضميني ضم بفرحة وسعادة. وناجح يا أبوي كله من فضلك. يلا إيدينا بالعالي بالعالي بالعالي. الله ويا محلى الفرح بالتوجيهية، والصبر انشرح ساعة هنية. ونادي خلاني يجوا عالساحة بحبي وحناني نعيشوا هالفرحة. وناجح يا أمي جبت الشهادة، وضميني ضمي فرحة وسعادة. وناجح يا أبوي كله من فضلة، وانت يا أخوي الساعد يندهلك. ورشوا الوارد والياسمين يوم فرحية الناجحين، رشوا الوارد والياسمين يوم فرحية الناجحين. زفيهم هي يا فلسطين يا فلسطين الحنونة، زفيهم هي يا فلسطين. طلابنا بس وقفوا شوي وقفوا شوي عشان تصوير. يلا نسمع كفو. طلباتنا في مجال وقفوا شوي عشان التصوير. طلباتنا كمان كمان معاهم. يلا نسمع كمان كمان كمان. وصور صور يا فنان وصورة حلوة بالألوان، وصور صور يا فنان وصورة حلوة بالألوان. صورة حلوة للناجحين تبقى ذكرى للزمان، صورة حلوة للناجحين تبقى ذكرى للزمان. زغروطة يا أمو زغروطة، واليوم فرحة أحبابي، جينا نهني ونباري. زغروطة يا أمو زغروطة، جينا نهني ونباري. يلا نسمع كف لفوق لفوق لفوق. أنا رش الوارد والياسمين اليوم فرحية الناجحين،
رشوا الورد والياسمين وعلى الشمال وعلى اليمين وزد فيهم هي فلسطين يا فلسطين الحنونة زد فيهم هي فلسطين يا فلسطين الحنونة زغروطة يا أمي زغروطة واليوم فرحة أحبابي جينا نهني ونبارك زغروطة يا أمو زغروطة جينا نهني ونبارك زغروطة يا أمو زغروطة شكرا ألقوا اليراع على الثرى وتقدموا وخلوا الشبيبة وحدها تتكلموا الشمس يبصرها الضرير بحسه فلما التجاهل والحقيقة أعظم إنهم رجال عظماء أخذوا على عاتقهم المسيرة التعليمية وحمايتها كانوا وما زالوا الأوفياء للرسالة ودائما يسهرون على راحة وأمن المعلم والطالب والرقي في مستوى التعليم في المخيم عاشت فتح أبية وعاش رجالها الأوفياء والآن مع كلمة التحرير الوطني الفلسطيني فتح يلقيها عليكم أمين سر حركة فتح رامي السلمان اللهم يا رب الكون يا رفع السماوات والأرض يا مسير النجوم والقمر جبرا يتعجب منه أهل الأرض والسماء إلى أبنائنا المرضى داخل المستشفيات ابننا الغالي بهاء شويش وابننا الغالي إسلام غرافي سائلين الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل نعم إنها فتح أم الجماهير ورائدة العمل الوطني وها هي اليوم وإذ تسمي وتطلق على فوجها اسم الشهيد القائد أشرف البردويل أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى استشهاد قائد آخر من أبناء المخيم من أبناء المقاومة الإسلامية الشهيد القائد إياد شلباي في المخيم لك أن تشتم رائحة الشهداء وفي مثل هذه الأيام ومن كل عام نستذكر استشهاد أبنائنا أبناء المخيم الشهيد القائد فلاح مشارقة والشهيد القائد إياد شلماي فلهم منا ثواب الفاتحة وإلى جميع شهداء الثورة الفلسطينية بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم وعلينا سلام سلام إليكم وإلينا سلام سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد السلام سلام باسم الرب السلام رب العباد الله الصمد الأهل والضيوف الكرام الطالبات والطلبة الأعزاء باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أرحب بكم أجمل ترحيب وأبارك لكم ولذويكم نجاحكم وأقول لكم أن بضاعة الحزن والضحك الفلسطينية لا ترد اليوم إلا الذين آمنوا بالاحتلال وراهنوا على انكسار هذا الشعب وانحنائه أمام آلة القمع الإسرائيلية
ولكنهم باتوا اليوم على يقين بأن هذا الشعب لا ينحني ولا يركع إلا لله عز وجل. فها هو اليوم ينتزع بضاعة النجاح والفرح من بين أنياب القهر والحرمان، ولك أن ترى وتسمع حكاية النجاح من قلب أزقة المخيم، من بيت تداهمه مياه الأمطار في كل شتاء وكأنه يسكن البحر. نعم، وبكل فخر هذا هو المخيم يا سادة. فمهما مارس الاحتلال من سياسات التجهيل وتعددت مؤامراته وأساليبه، سيبقى هذا المخيم عصياً على الاحتلال. فاخرجوا من مسجدنا ومن قدسنا، اخرجوا من تفاصيل حياتنا، لا مكان لكم بيننا. الطالبات والطلبة الناجحين، إن الخسارة ليست خيارا محتمل، وإن مفتاح باب العلم اقرأ، واقرأ أتت بالكتاب المنزل، ولا تنسى قول ربك إذ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإن الحياة علم وعمل، والعلم فريضة منذ الأزل، فإن العلم يقف في وجه الحقد والحسد، وإن العلم أنار عقولا كاد الجهل أن يعميها. فإذا أردت الدنيا عليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة عليك بالعلم، وإذا أردت الدنيا والآخرة معا عليك بالعلم. وإن التعليم أهم من أن يترك في أيدي المعلمين وحدهم، فالتعليم الجامعي سيجلب لك وظيفة، أما التعليم الذاتي فسيجلب لك عقلا وحياة. فليس الغرض من التعليم معرفة الحقائق فقط، بل معرفة القيم كذلك. أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. اللهم يا رب الكون، إني أستودعك أهلي من كل أذى ومن كل حزن يسكن أعينهم. عاش الفتح وعاشت الجماهير الحرة، وإنها لثورة بكم ومعكم حتى النصر. المسلخ للمنشية، رجال الهم القوية، يا نور الشمس الآبية، هيو الاسمر الملثى، عدوك دايم تقهر. ونحن الآن كلنا شغف في سماع فقرة غنائية يقدمها المطرب جعفر شحادة. عنبنا عنبنا بالكرم يبسعود، يا قلبي يا قلبي عالأزام قدرت عودو، ولو يا غياب الوطن، ولو يا غياب الوطن
عالوطن عودوا ما عاد القلب يتحمل عذاب. سمعت البنت عم بتصيح على ما صغير السن ما كفت علمها. ولو عسابع سما فلسطين ولو عسابع سما فلسطين مرفوع علمها ورفرف عجنحات عباس العرب. يلا شباب ايدك فوق فوق ارفع. الله يهني التوجيهي الله يهني التوجيهي ألف سلام وتحية ألف سلام وتحية. طير الفرح على جناحه طير الفرح على جناحه هني كل واحد بنجاحه وهني كل واحد بنجاحه. اللي ينجح قلبه راضي اللي ينجح قلبه راضي ما راح التعب عالفاضي ما راح التعب عالفاضي. يلا شباب الله يهني الطلاب حبايبنا. يا رب تكمل فرحتهم يا رب تكمل فرحتهم من عين الحاسد تحفظهم من عين الحاسد تحفظهم. لمت عيلي وفرحة كبيرة ولمت عيلي وفرحة كبيرة كل القرايب والجيرة كل القرايب والجيرة عاشور. اللي ما فرط بكتابه اللي ما فرط بكتابه المجد يفتح ابوابه المجد يفتح ابوابه. بدنا الجيل الصاعد يبني بدنا الجيل الصاعد يبني يتعلم عمره ما يحلي. يلا شباب معنا ايدي لفوق ايدي لفوق شباب 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 اسوق عليكم الله والنبي اللي بيحب الطلاب يرفع ايده فوق ارفع فوق فوق ارفع ولك ولع النور. هدي يا عنان هدي 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 أنا بقول اللي بيحبهم يوقف الكل يوقف الكل يوقف رجاء رجاء رجاء. أيوة الفرحة فرحتهم وبدنا نفرحهم بس اللي بيحبوهم يرفعوا اللي دلفوا ارفع فوق صور يا جمالي ارفع. يلا روح ولع النار. بسم الله بعد التحية بنبارك للتوجيهية وهاي الفرحة يا محلاها وكل طالب بستناها
وبوس ايد امك وابوك وفرح اختك واخوك وجينا نهنئ الغوالي يا ناجح ايدك بالعالي ويلا نفرح يلا نغني وجني هالفرحة جني ويلا نفرح ونغني يلا اللي بحب الله والنبي دل فوق ارفع فوق الله يهنيهم ويفرحهم ارفع ناجح يا نيالو ونادع مامو واخوانو وخالو جاي يهنيلو بالفرحة والله يدحيلو لدمو يا احبابو لدمو ويلا زغروطة يا امو لدمو يا احبابو لدمو ويلا زغروطة يا امو افرح انها يا خواتو والضحكة تملى حياتو وزاغر دنيا عماتو زاغر دنيا خالاتو ونادي بيو للناجح لعيونه نذبح بابايح وهالفرحة يا محلاها يلا اشعل النار اشعل النار وانا ارفع الشباب الهون شو بتسوي عم ارفع لدين ارفع ارفع شباب نور شمس اللي بيحب الشهداء ارفع لدين لفوق ارفع ارفع فوق 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 وللناجح التحية حبيب وغالي علي وللناجح التحية حبيب وغالي علي وألف مبارك للناجح عشانو نذبح ذبايح وألف مبارك للناجح لعيونو نذبح ذبايح وهاي الفرحة شو كبيري والدم كل الجيري وهاي الفرحة شو كبيري والدمت كل الديري وشمساوي شمساوي والمكارم حامدي وشمساوي شمساوي والمكارم حامدي وشمساوي شمساوي الناجح يا نور عنا
وشمساوي شمساوي للناجح ألف تحية. وشمساوي شمساوي تضرب العاب النارية، وشمساوي شمساوي تضرب العاب النارية. نور شمس هي الأساسي بفرحتهم تضرب رصاصي، نور شمس هي الأساسي بالفرحة تطلق رصاصي. يلا آخر واحدة آخر واحدة هدي يعني آخر واحدة آخر واحدة. الطلاب حبايبنا اللي بحبوكم، بس اللي بحبوكم يرفعوا اليدين، بس اللي بحبوكم اللي بحبوكم ارفع صور صور ونزل على صفحة المخيم يابا. جديد جديد الله ويا رب الناجح يزيده واللي بحبه يرفع عيده، يا رب الناجح يزيده واللي يحبه يرفع عيده. ولا نور شمس ما ببيعي وبدي حيي الجميعي، لا نور شمس ما ببيعي وبدي حيي الجميعي. الله يعطيه العوافي هي اللي نزلوا عالدحية، هو الله يعطيه العوافي يلي نزلوا عالدحية. شكرا 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 شكرا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، من الخيمة إلى البيت المكتوب عليه وكالة الغوث، برغم كل المعاناة والشتات إلا أننا استطعنا أن نثبت ونحسن ظروفنا إيمانا منا أن يوم العودة قادم لا محال، رغم كل المتآمرين على قضيتنا الفلسطينية وجزء من ثباتنا على هذه الأرض ما قامت به المؤسسات واللجنة الشعبية في مخيم نور شمس كان لها الدور البارز في رفع مستوى التعليم في المخيم، ولم تتوانى في تقديم أي مساعدة أو خدمة أو إضافة أو ترميم لأي منشأة في مدارس المخيم حتى يتسنى لطلابنا وطالباتنا الدراسة في ظروف مريحة. والآن مع كلمة المؤسسات في مخيم نور شمس يلقيها عليكم رئيس اللجنة الشعبية طه الإيراني، فليتفضل مشكورا. تقدم لأنك رمز الصمود، لأنك في الكون رعب اليهود، بضرب ونحر ببر ببحر زمن التخاذل ولا لن يعود. قل هذه أرضي وأرض الجدود وتاريخ مجد ليوم الخلود، لا بها أساوم وفيها أقاوم، بلغ إني قادم أحبار اليهود. تقدم في القدس أحرار تهان وتشكو إلى الله ظلم الديان، فهندس خطاك وزلزل عداك واجد بدماك قد آن الأوان، في أرض الرباط في كل مكان لن يخمد فينا صوت العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحفل الكريم كل باسمه ولقبه ومسماه، أهلا وسهلا بكم، نزلتم أهلا ووطأتم سهلا
أهلا بكم جميعا في مخيم العزة والكرامة، مخيم الشهداء، مخيم نور شمس. قال تعالى في كتابه العزيز: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. الحفل الكريم، أحبتنا الطلبة، أهلنا الكرام في مخيم نور شمس، اليوم نحتفل معكم بتكريم كوكبة من طلابنا الذين نفاخر بهم الدنيا لما حققوه من إنجاز من خلال اجتيازهم لامتحان الثانوية العامة، والذي يعتبر أساساً لتطورهم وتقدمهم العلمي والأكاديمي والمعرفي. وهذا النجاح لم يكن إلا بعد مثابرة وجهد وتصميم. إن النجاح لغة المخلصين، فبرغم كل العوائق والصعاب التي تمنعنا من التقدم والنهوض، إلا أننا نذللها لتكون الدافع والمحفز للوصول إلى الهدف المنشود، وهي بالطبع تنعكس بشكل منطقي إيجاباً على من أنجز وعلى المحيط الذي تم فيه الإنجاز أو تأثر به هذا الإنجاز. إن الشعور بالمسؤولية والانتماء الصادق للمجتمع الذي نعيش به هو المحرك الأساس من أجل إيجاد كل ما من شأنه التخفيف من الأعباء والرقي بالواقع المعاش نحو الأفضل. وهذا لا يتم إلا بتضافر الجهود والعمل المتواصل من أجل تحقيق ما نصبه إليه، وعدم الوقوف كثيراً أمام العراقيل والعقبات. لقد عملت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس على ملامسة الاحتياجات الحقيقية لأهلنا في هذا المخيم المعطاء، من خلال تأهيل الطرق الداخلية في المخيم وتعبيدها، وكذلك الطرق الرابطة حول المخيم. وقد تم ذلك من خلال 3 مشاريع تعبيد لامست معظم حارات المخيم، وهناك المزيد خلال العام القادم إن شاء الله. فبنسبة 80% من شوارع مخيم نور شمس ومحيطها تم تعبيده، وهناك استكمال في بداية شهر 1 من العام القادم. لقد عملت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس كذلك على الاهتمام بالمرافق العامة والساحات، من خلال إنشاء القاعات وتأهيل القاعات القديمة، وكذلك تأهيل الساحات القريبة من هذه القاعات حتى تكون قادرة على خدمة الاحتياجات والمناسبات الخاصة بأهالي المخيم. وها نحن اليوم في هذا المكان نحتفل بكم ومعكم في حديقة العودة لاند، أحد أهم إنجازات اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، والتي أنجزت بفضل الله وبمكرمة كريمة من فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله، لتلامس حاجة أطفالنا، وكذلك لتكون عنواناً لمناسباتنا العامة. ولا يبعد عن هذا المكان إنجاز عظيم آخر مسجل للجنة الشعبية ولكادر التنظيم في فتح مخيم نور شمس ولجميع المؤسسات في مخيم نور شمس، وهو مدرسة البنات الثانوية القابعة الآن أمامكم والتي سترى النور إن شاء الله قريباً. وهذا يسجل أيضاً للكادر وتنظيم ومؤسسات مخيم نور شمس. لقد استطعنا أن نقوم باستملاك العديد من الأراضي حول المخيم من أراضي الحكومة من أجل إيجاد حلول منطقية للمدخل الشرقي لمدينة طول كرم. فها هو المكب الموحد للنفايات في مراحله الأخيرة، وسيسلم لاستخدام وكالة الغوث، حيث سيتم تجميع كل الحاويات في مكان واحد، وذلك سينعكس إيجاباً على المظهر الجمالي لمخيم نور شمس. وغير بعيد من هنا قامت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس بالوقوف على احتياج الشباب وتلبية طموح الإخوة في مركز الشباب الاجتماعي بإنجاز ملعب خماسي وإدارة لمركز الشباب، حتى يكون هناك تكامل وتعاون وشراكة بين مؤسسات المخيم في نور شمس، وهي ستكون إن شاء الله تحت تصرف الإخوة في مركز الشباب في القريب العاجل أيضا، لأنها في مراحلها الأخيرة. إن اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس وعلى مدى العقود أو السنوات الأخيرة تستمد حضورها
وعملها وإنجازها من حركتنا العظيمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وستبقى داعمة اللجنة الشعبية لكل المؤسسات في المخيم، وستبحث عن كل السبل التي من شأنها الرقي بواقع المخيم نحو الأفضل. إن مؤسسات المخيم من مركز الشباب الاجتماعي ولجنة المرأة ولجنة المعاقين وجمعية نور شمس الخيرية وعلى رأسهم الأخوة في حركة فتح يعملون كل في مجاله من أجل أن يكون مخيم نور شمس مثالا وأنموذجا يحتذى به في العطاء والعمل والانتماء. رسالتنا إليكم أيها الإخوة الطلبة والأخوات الطالبات أن مخيم نور شمس يستحق منكم ومنا الانتماء والوفاء، وأن تكونوا خير رسل لهذا المخيم كل في تخصصه وجامعته. فألف مبروك لكم النجاح. أنوه هنا إلى غياب الأخ العزيز عضو اللجنة الشعبية أخوين نهاد الشويش ومحمود الغول، لأن الأخ محمود يرافق الأخ نهاد الشويش في المستشفى فيعتذرون على المجيء ويباركون لكم. هذا الحفل يكرم فيه قامة علمية لاحقا وأستاذ نعتز به نفاخر به الدنيا، هو مدرسي ومعلمي أعتز به أعتبره والدي الأستاذ الفاضل خالد أبو سريس. فبحق تنحني الهامات وترفع القبعات، واسمح لي مجازا أخي وأستاذي ومعلمي الفاضل أن أقول فيك أنك كنت خير أستاذ وخير معلم لنا، فنحن صنيعة يديك. أنا أعترف أني أنصفني هذا الرجل عندما كنت في المدرسة وكانت مدرسي، فباك منا كل الاحترام. أشكر جميع من شاهم بقراءة القرآن بالتبرع بالعصير بالمي بالدروعة تسجيلات الجبالي الجميع كل اللي ساهم بالهدايا بالذهب. أنا ما عنديش القائمة سامحوني. نشكر مؤسسة أبو حسيب للصياغة والصرافة، مجموعة سرايا شرين، الأخ عمر أبو سريس، الأخ محمد أبو سريس، الأخ إبراهيم أبو حسيب، الأخ سيد الحواري، أبو الأمين للذهب، رامي الشنتير، محمد الشنتير، حمدان فحماوي، أبو غسان الصباغ، تسجيلات الجبالي، منصات الكزموز، أي أحد ساهم وشارك في إنجاح هذا الحفل المهيب شكرا لكم. نقول لكم إن عملنا أمانة، ونعلم جيدا أنه يوم القيامة إذا أخطأنا خزي وندامة. ثقتنا بكم عالية، فكونوا على ثقة أننا محط ثقتكم وتقديركم، وإن شاء الله نور شمس دائما نحو الأفضل. شكرا لكم وألف ألف مبروك. الدنيا غناوي ويسلم صوتك يا الفتحاوي. ننوه لكم أنه سيتم بث الحفل يوم الأربعاء الساعة 6 على تلفزيون كل الناس. حينما يترنم الشعر ويصدح فتنتظم أبياته لتحلق بنا إلى عالم من السمو والنفحات. من على أرض مخيم نور شمس نترككم مع الإبداع في فقرة الزجل مع فيصل دواس، فليتفضل. ولا يهمك والله يا أستاذ طه، أنا بدي أبدأ من حيث انتهيت أنه العمل المسؤول عنه يوم القيامة، وهذا المشهد بذكرنا في يوم القيامة، لأنه اليوم كل اللي بتكرموا جايين مشان يتكرموا من هاي المؤسسات اللي في مخيم نور شمس اللي بشكرها أنا باسمكم جميعا، كل المؤسسات اللجنة الشعبية للخدمات ومركز الشباب والمركز النسوي واللجنة الشعبية لجنة المعاقين ولجنة المرأة طبعا وحركة فتح أخونا وزياد. القضية إنه إحنا فعلا اليوم نتسابق على إنه نأخذ هذه الهدية
وهذا التكريم. فبما انه هذا هو فوج العودة من هذا المكان المسمى بالعودة، وهذا الفوج اللي مقرر على العودة الى هناك الى حيفا، ونحن قريبون من مكان العودة الازلي، فانا بقول انه مثل ما بنتسابق اليوم عشان نتكرم هون، لازم نتسابق كلنا عشان يوم القيامة ناخذ كل واحد كتابه بيمينه. الله يوفقكم يا اهل نور شمس لعمل الخير. فناننا جعفر شحادي طبعا مشكور، وعازفنا الغالي حبيبنا عنان جابر. هلا بالشباب، هلا عمة نور شمس الافراح من المسلخ للمنشي، جينا نهني بنجاح طلاب الثانوية. اطلع جعفر جعفر. العمة نور شمس الافراح من المسلخ للمنشي، جينا نهني بنجاح طلاب الثانوية. المؤسسات فعلاً عهد اللبتات، شكراً للمؤسسات فعلاً عهد اللبتات، بخصوصي للخدمات واللجنة التنظيمية. مركز شباب النمور، مركز النسوي للزهور، مركز شباب النمور، مركز النسوي للزهور، المعاقين العبور واللجنة المحلية. يا ناجح ألف مبروك بنهني أمك وأبوك، يا ناجح ألف مبروك بنهني أمك وأبوك، أبوك واللي بيحبوك والقرايب كلية. نهني للناجحين واللي عنا موجودين، نهني للناجحين واللي عنا موجودين، واللي جابوا بالتسعين إلهم مني هدية. سلم على الجمهور أهلا بالجاء وحضور، عنا أكم من دكتور رح أفتح صيدلية. طيب عليك يا يمان. ايه يعني جعفر لحاله بس بلفوله. تعالوا تعالوا. تعالوا تعالوا دكتور يمان. هذا الدكتور الثاني، هذا دكاترة، انا بحبكم انتو الدكاترة. اي عنا الفلسطيني العلم يساوي حريه، لانه الشعب الواعي ببني دوله وهويه. بنطلب من الاهالي خلي الايدي بالعالي، فرحناهم وفرحنا وما شاء الله نجح الغالي. قوم براحي يا بلادي هينا جبنا الشهادي، قوم براحي يا بلادي هينا جبنا الشهادة. هذا السلاح الماضي شوك بحلق الأعادي. يلا حيهم. عاش مخيم نور شمس الصامت، عاش. بدي راسي بسلحنا
وسهرنا حتى نجحنا بالدراسة تسلحنا وسهرنا حتى نجحنا يا أهلنا ورابعنا فرحناهم وفرحنا لكل الهيئات التدريسية على مر العصور كل التحية والسلام احنا سهرنا الليالي حتى نلنا المعالي يما زغرد وغني وراسك يا ابو يا علي اي شكرا لامي وبي وللعائله عموميه وللقرايب والجيران والهيئه التدريسيه عاش العلم وطلابه وكل ما بيسهر عكتابه عاش العلم وطلابه واللي بيسهر عكتابه فعلا يوم الامتحان فرحونا وما خابوا عاش فوج العودة حيهم كون يا عنان كون من يمو من يمو الناجح من يمو جايب الشهادة فرح بيه وامو الله من يمو من يمو الناجح من يمو جايب الشهادة فرح بيه وامو جايب الشهادي افرحي يا بلادي تنعل الايادي والاحبة التامو سهرنا الليالي كانوا لنا المعالي سهرنا الليالي كانوا لنا المعالي بابا التاج الغالي وبيحب الابومو
والريح السيح اضرب. افرح بالعالي وطير، بشر اسعد البلاد، فرح التوجيه غير، الف مبارك يا ولاد. افرح بالعالي وطير، بشر واسعد البلاد، فرح التوجيه غير، الف مبارك يا ولاد. اتناشر عام بنستنى اخبار الحلوة تيجينا، اتناشر عام بنستنى اخبار الحلوة تيجينا، تلقي بنجاحك بتهنى ونبارك لك يا غالينا. من حقك تفرح يا غالي وتخلي لون الليالي، من حقك تفرح يا غالي وتخلي سود الليالي، بعد التعب اعياد. افرح افرح بالعالي وطير، بشر واسعد البلاد، فرح التوجيه غير، الف مبارك يا ولاد. افرح فرحت امي برجعة غايب ولا فرحة طفل بعيد، فرحت امي برجعة غايب ولا فرحة طفل بعيد، ما بتعادل فرح الطالب ناجح وشهاداته بايده. نهني بيك وامك اهلك ناسك خالك عمك، دينا نهني بيك وامك اهلك ناسك خالك وامك، حتى يتم الاسعاد. افرح اعزم ع كل المخيم ع الصحبة والجيران، خلي كل الدنيا تعلم فوج العودة فرسان. اعزم ع كل المخيم ع الصحبة والجيران، خلي كل الدنيا تعلم فوق العودة فرسان. راية فرحك تعلى وتعلى وبلمية العين أعلى، راية فرحك تعلى وتعلى وبلمية العين أعلى، علم وطن وامجاد. افرح يا بيي. افرح بالعالي وطير، بشر واسعد البلاد، فرح التوجيه غير، الف مبارك يا ولاد، الف مبارك. يلا شباب ريحوا. طبعا بعد اذن الطلاب، احبائي الطلاب والطالبات، يعني سقط سهوا، انا باسمي وباسم الطلاب والطالبات نتقدم بجزيل الشكر الى الاخ السيد العقيد صالح الزهيري، الاخت نهايه الجندي، الاخت وصال سالم، على تعبهم وسهرهم الليالي لنجاح هذا المهرجان. انا باسمي واسمكم اتقدم لهم بالشكر. قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. كنت كما قال عنك أمير الشعراء أحمد شوقي، كدت أن تكون رسولا بخلقك العالي ورسالتك السامية، أنت مثلنا الأعلى وقدوتنا، ونحن جميعا اليوم نحذو بحذوك ونقطف ثمار تعبك وسهرك، حيث أيها الأب الفاضل والمعلم المقدام والأخ الوفي الأستاذ الفاضل خالد أبو سريس، تعجز كل الكلمات أن تفيك حقك، فأنت تركت بصمة لأجيال مضت وأجيال قادمة بانتمائك إلى مخيمك وطلابك. والآن دعنا نكرمك بشيء بسيط، فأنت تستحق منا الكثير، فلتتفضل مشكورة. والمعنوية والراية الصح.
الصفراء في السماء والله نطلب من الإخوة في مؤسسات مخيم نور شمس، أنا عرجت على ذكرهم، الأخت وصال السالم رئيس المركز النسوي، الأخت نهاية الجندي رئيس لجنة المعاقين، والنهاية تفضلي. الأخت وصال السالم، الأخ صالح الزهيري، أبو محمد، وين أبو محمد؟ الأخ رامي سلمان، تكريم الأستاذ الفاضل خالد أبو سريج، الأستاذ خالد الفحماوي إذا موجود، أو الأخ فراس خليفة ينوب عنه، تكريم الأستاذ الفاضل الأستاذ خالد أبو سريج. لا يشكر المرء نفسه، لا يشكر المرء نفسه، المؤسسات في مخيم نور شمس هي القائمة على هذا الحفل، لم يسقط سهوا عدم شكر أو ذكر الإسهام، لأن هذا الحفل برعاية حركة التحرير الوطني الفلسطيني واللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس ومركز الشباب الاجتماعي وجمعية تأهيل المعاقين ومركز النشاط النسوي، فالإنسان لا يشكر نفسه. أهلا وسهلا بكم جميعا، نتفضل بتكريمك لأنك قامة وهامة علمية نعتز بها، وحقيقة لا توفيك الكلمات حقك، فأنت فوق الكلمات. أستاذي الفاضل خالد أبو سريس، اليوم يوم أغر بالنسبة لنا لأنك بيننا، فدمت لنا نبراسا نهتدي به، وهامة ومنارة علمية نشد الرحال إليها. ألف ألف مبروك أستاذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحيتي لكم جميعا، فإنه ليس هناك أجمل من هذه اللحظة في حياتي. أخي الحبيب المحبوب طه، الإخوة الأعزاء مسؤولي المؤسسات الشعبية في المخيم، أولياء الأمور، طلاب الأعزاء، طالبات العزيزات، إنها لحظة سعيدة جدا أن أكون بينكم، فمجرد وجودي بينكم هو أجمل تكريم، وأفتخر في ذلك، وبوركتم جميعا في جهودكم بما تقدموه من هذا المخيم الصامد، وبوركت أيديكم جميعا، وفقكم الله لكل خير، وإن شاء الله تدوم فرحتكم جميعا وتدوم فرحتنا، ونبقى نحضر مثل هذه الاحتفالات فرحة بأبنائنا الأعزاء الذين أوصيهم بالعلم لأنه خير المراتب. شكرا لكم، وسعادتي غامرة بأن أكون بينكم. وين الكفل أستاذ خالد؟ فليتفضل الأخ والأستاذ والمربي الفاضل الأستاذ ياسر أبو هلال، يريد أن يتقدم بكلمة من الحفل ومن الأستاذ خالد زميله طوال أكثر من 40 أو 45 عام. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والقائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، القائل في حديثه الشريف: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحضور الأكارم في هذا الجمع المبارك مع حفظ الألقاب والمسميات، أهلا وسهلا بكم جميعا، أرحب بكم في هذا المقام الذي تحفه الملائكة ويباركه الله من فوق 7 سماوات
لأنه جمع القلوب المتآلفة المجتمعة على حب العلم والعلماء، واحتضن الأنفس الراقية الصافية لتتشابك المشاعر وتتعانق الأرواح، راسمة أجمل لوحة تفيض بالطموح والسمو والتطلع صوب الإنجاز. في هذا اليوم نحتفي معا بنجاح كوكبة من طلابنا الأعزاء، هذه الكوكبة من الطامحين الذين يرسلون إشعاعاتهم الوضاءة في سماء هذا الوطن الحبيب وفي ذلك الفضاء الرحيب الذي تتطلع إليه الأعين وتنشد إليه النفوس المسكونة بحب العطاء، أبناء الناجحين حاملي راية العلم ورسالة الأنبياء. هذا هنا يصبح للساعات معان تفوق حد الزمان والمكان، وتتحرر الكلمات من إطارها اللفظي ومدلولها القريب لتبحر بنا إلى عالم آخر من المعاني والقيم. فهنيئا لكم ولذويكم هذا النجاح. إن هذا المشهد المهيب مشهد جموع طلبتنا وفلذات أكبادنا ممن أنهوا دراستهم الثانوية، له رسالة واضحة ودليل قوي على المثابرة والجد والاجتهاد، وله تأكيد على ما قدمه الأهل من رعاية واهتمام وتوفير كل أسباب الراحة ليتحقق هذا النجاح. فبارك الله في هذه الجهود، وحي الله هذه الهمم التي لا زالت حية ترفع شأن العالم وتجعله وريث الأنبياء. إن هذه الفرحة ما كانت لتولد وترى النور، وما كان للناجحين أن يعيشوا هذه اللحظات لولا رجل كرس نفسه ووقته لغرس العلم والمعرفة في نفوسهم على مدار أكثر من 40 عاما. نعم، سنين مضت يسطر جميعها شريط الذاكرة، وهذا العزيز على قلبي، بل أستطيع أن أقول أنه توأم روحي ورفيق دربي يعمل دون كلل أو ملل على نشر العلم في كل بواقي عمل عمل فيه، يتعامل مع طلبته ويعاملهم معاملة الأب الحاني، يحرص على رسم مستقبلهم ليكونوا رواد الغد وقادة المجتمع. وهنا اسمحوا لي أن أوجه لأخي الأستاذ خالد أبو سريس أبو محمد أرفع معاني الشكر والثناء والعرفان على ما قدمه طوال مسيرته المكللة بالنجاحات والإنجازات الذي سيسجلها التاريخ بمداد العز والشرف في صفحاته المشرقة، لأنه سطر بصنيعه أسمى المعاني وأرقى القيم وضرب أروع الأمثلة التي تستحق أن توضع تاجاً على الرؤوس ونيشاناً على الصدور ليكون أنموذجاً يحتذى به في الأمانة والإخلاص وأداء الرسالة. إنك يا أخي من الرجال الرجال والهامات والقامات العالية، عرفتك وعرفك الجميع مثالا للمعلم الناجح والإداري صاحب الفكر النير والنظرة الاستشراقية الحكيمة. في الختام لا يسعني إلا أن أتمنى لك عمرا مديدا وعيشا سعيدا وبركة في الصحة، سائلا المولى عز وجل أن يجعل عملك في ميزان حسناتك، ودمت ذخرا وسندا لعائلتك ولمجتمعك ولوطنك. والحرية لجميع الأسرى، والدعوة والفاتحة لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعاهد الله إن شاء الله أن أكون عند حسن ظن الجميع ولا أبخل بعلمي حتى أموت.
وأنا مستعد لأخدم أي طالب ضمن مجال التخصص. طلاب حابين يسلموا على الأستاذ خالد؟ طب يلا. وغني عتابة وميجانة وسامر فيها علي الكوفية علي ولولح فيها وغني عتابة وميجانة وسامر فيها هز الكتف بحنية جفرة عتابة ودحية هز الكتف بحنية جفرة عتابة ودحية وخلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود يهلل ويحليها لطلاب وطالبات حملوا على عاتقهم السمو في المجتمع بسلاح العلم وسهروا ليال طوال لينجحوا ويكونوا نبراسا ومنارة لغيرهم من الطلبة ويكونوا أصحاب الرسالة العظيمة هم الجنود القادمون لحماية الوطن ومقداراته ليرقوا به على مستوى العالم تعليميا وثقافيا حتى يطاولوا عنان السماء حييتم أيها الطلاب يا من تعبتم وجاهدتم وسهرتم حتى تحصدوا ثمرة تعبكم وسهركم والآن مع كلمة الطلاب يلقيها عليكم الطالب المتفوق يمان أبو سريس فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على منارة العلم وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الحفل الكريم يا هذا الجمع الطيب المبارك من أبناء هذا المخيم الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنني إذ أقف الآن بين ظهرانيكم أستذكر سنوات مرت كانت ملأى بالجد والاجتهاد
باللين حينا وحينا آخر بالعناد. تلك السنوات حملت إلينا أناسا عشنا معهم وبهم من معلمين سيظلون تيجانا على رؤوسنا وزملاء سمونا بهم ومعهم الجمع الكريم. وإننا إذ ننطلق من مرحلة إلى مرحلة أخرى لنتخرج بإذن الله بعد سنوات لنكون أجيالا تعرف قيمة العلم ويتوسم الوطن بهم خيرا ويتعطس للقياهم. إنني باسمي وباسم جميع الأخوة والأخوات الناجحين والناجحات نودي نجاحنا إلى تلك الأم الحبيبة فلسطين وإلى من هم أكرم منا جميعا أولئك الشهداء الذين جعل الله لهم عمرا ثانيا وذكرا باقيا فلم تستطع يد الأحقاد طي آثارهم ولا شرور الزمان طمس أخبارهم. فما أحيلاها لحظات نجتمع فيها اليوم لنقدم شكرنا للإخوة القائمين على هذا التكريم في هذا المخيم الحبيب الذي نرى فيه تذكرة أمل في لحظات اليأس. سنظل نعشق أرض هذا المخيم كيف لا، وهذه الأرض سيدة لا تشيخ محاسنها ولا تشيب دوائبها ولا تطرق للعطار بابا، مورقة في الصيف والشتاء فنعتصر من جمالها الفاتن البكر رحيقا يضيف للعمر عمرا. اسمحوا لي أن أوجه كلمة لكل أب وأم، ما أعظمكما يا وصية الإله، وهل تغني الكلمات يا أبتاه، يا من علمتني وربيتني وأوصلتني بر الأمان. شكرا لكل دمعة فرح على محياك، يا من ملأت دنيانا حضورا. شكرا لذلك الشيب الذي يروي قصة حب أزلية، شكرا لكل نبضة حب وخوف. شكرا أماه، يا أجمل بسمة رأتها عيناي، يا شمعة متقدة تضيء لنا ظلمات الحياة، يا بسمة الحياة وسر الوجود، يا من رعت بيد الحنان سبا أيام الأول. تحية لكم أساتذتي ومعلمي، لكل من علمني حرفا، لكل من فرح بنجاحنا، لمن عمل على تكريمنا، وألف ألف شكر لك مدرسة التي عشت فيها عمرا. شكرا لذلك الرجل الذي لا يجوز أن أتحدث عنه بضمير الغائب، فليس من دين الرجال على الرجال أن نتحدث عنهم بلغة الغائب. ذلك الرجل هو عمي الحبيب الأستاذ خالد أبو شريس، فألف شكر لك يا عماه، وكل التحية لهذا الحضور الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا. والراية الصفراء في السماء والله نشكر الطالب المتفوق يمان أبو سريس الحاصل على معدل 97.3، ويطيب لنا الآن سماع فقرة الغناء الأخيرة مع المطرب جعفر شحادة. والي والي يا 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 والي يا والي يا والي الله يا هالوطن شو مسوي بي الله، الله يا هالوطن شو مسوي بي الله، نيرانا مثل الثلج تنسع وقول الله، انا لطلع حرام الله وزور القبر يا جار، انا لطلع حرام الله وزور القبر يا جار، وغني الزجل واحلى الاشعار، واقول الف رحمات عالشهيد ابو عمار. ويلي يا ويلي
أوفو ما بان ما بان زرعنا النخل برض الدار ما بان ما بان زرعنا النخل برض الدار ما بان ما بان يا طيبي مع الخلان ما بان ما بان نقول نسكها ختام وبدنا نولع الساحة مع الشباب. لا دبشي خليها كمان شوي. يلا على الساحة هون معانا. عذبتنا لوعتنا نسيتنا أسامينا جاهز. يلا صلوا على النبي وبدنا نشوف اللي دلفوا. ارفع يلا الكل مع الطلاب الكل يابا. عذبتنا لوعتنا نسيتنا أسامينا عذبتنا لوعتنا نسيتنا أسامينا هي. يلا صورنا لك صورة أباليها يا أسطورة ويلا صورنا صورة يلا أيوة يلا شباب شباب ملي وأني شيخ خالي شيخ صيت الناجح للمريخ أني شيخ وخالي شيخ صوت الناجح للبري أبو عصامة وأني شيخ خالي شيخ سجل واكتب يا تاريخ أني شيخ وهو شيخ سجل واكتب يا تاريخ أبو عصام دولي وأني شيخ خالي شيخ دبابات وصواريخ أني شيخ وخالي شيخ دبابات وصواريخ أجبالي جبالي وين الجبالي صور هون 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 لف 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 بدنا واحد الكاميرا هناك بدنا واحد يلف ابو صليط ابو صليط صليط شباب ودي عنان 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 بما انه اخرها وانا ابو عصام بما انه اخرها وطه الايراني عاش ابو مراد بدها تولع نار بدها تولع نار تحية المليون بنور شمس الطيارة لف يا جبالي يا فكله جديد لف أنا بقول بس اللي بحب الله والنبي يوقف ويرفع لي اللي دل فوق بس اللي بحب الله والنبي يوقف الشباب اللي هون الشباب اللي هون يرفع فوق 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 الكل يوقف هدي عنان 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 بدناش ولا واحد قاعد أمانة الله الكل يوقف أمانة الله اللي هون الشباب ارفع فوق ارفع هدي هدي يلا حبايبنا ايدي واحد الى فوق ارفع فوق 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 ارفع سجل يا جمالي
صفاري مسموح اطلاق الناري والليل الاستنفاري مسموح اطلاق الناري اخلع هيدي حيد المليون العيون الناجح والليل الاستنفاري مسموح اطلاق والليل الاستنفاري مسموح اطلاق النار دماري لك دماري سمعني صوت الكساري دماري الليل دماري محلى صوت الكساري صلوا عنا بأحبابي يلا معانا عالساحة صلوا عنا بأحبابي تنكمل هاي الفرحة يلا روح اشعل النار اسمع شل يلا صوت واحد شباب اكبر وبنظل كباري سمعونا صوتكم سمعونا صوتكم الشباب اكبر وبن يلا معاي ببغياك وليلى ابوكي المخيم ابن ملوكي يا بني يا كون سمعني صوت الرصاصي خلينا نعدي للراس سمعني صوت الرصاصي خلينا نعدي للراس ارفع ايدك فوق ليلة ليلة يلا نرقص لعيون الجا يلا صوت واحد صوت واحد هو 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 شباب نور الشمس ايدك فوق فوق يلا بنستسمع صوت واحد ونختمها قبل ما نختمها ما نطلع صوت واحد هو 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 مبروك للناجحين بدهم تبكي بس بعرفش الطلاب يلا بهمش فرحيهم فرحيهم ثلاث دقائق اربع دقائق بهمش جبالي عشان طلابنا وحبايبنا ابو عصام يلا اشعل النار دبش بدنا ندبشهم بس خمس دقائق في وقت في وقت يلا حبايبي يلا دبش
كبير ابو عصام كبير. لابو عصام نودي تحية لابن الإرامي غالي علي. أو لابو عصام نودي تحية لابن الإرامي غالي علي. ولا بن جابر يا نور عناي هذول النسايف أربع ما يكونوا. الورقة أبو مجدي وسلام خاص لشيخ المواقع شيخ المواقع نمبر 1 تسجيلات الجمالي تسجيلات الجمالي شيخ المواقع والكل منه فاقع ونمبر 1 ملك الصوت أيمن جمالي. حبيبنا الدلاوي خبرة خبرة الدلاوي يابا عمر القصموص ملك المنصات والأكشن كل حبايبنا بنشكرهم أحلى شمير. يلا دلعن يابا دلعن. وجينا عباب الزغن غني هذول احبابي عزوا علي. وجينا المخيم غني غني هذول احبابي عزوا علي. الشعار عنا شمساوي هذول احبابي واروع ما يكون. ايوه يلا علي اغوه دبش دبش زقفي 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 لفو. باي 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 احلى محمد السامح محمد السامح مطلوب هنا على المنصة. الله معهم الشباب الله معهم الشباب الله يحماهم الله يحماهم. الشيخ صالح ابو صليس اقطع السلام الله حي النشامة يا عمي الله يحيي النشامة ويسلم هالصوت يسلم هالصوت. يلا دلعني يا عنان
طلع يرامي يرامي كل التحيات ولا فات فتح الصمود فتح الشهداء حبايبنا وعلى دلعونا وعلى دلعونا يعطيك العافية يلقى بدونا وفي نهاية المطاف نصل وإياكم إلى تكريم المؤسسات وكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل فليتفضل جعفر شحادة. علي بعده عنان جابر فيصل دواس الشاعر فيصل دواس تسجيلات الجبالي وإلى ذلك الشاب الذي كرس عدسته في زوايا المخيم بكاميرته المتواضعة الأخ ياسر عليان فليتفضل. ايوه هي فليتفضل كل من الاخ حمدان سعفان امين سر حركه التحرير الوطني الفلسطيني فتح في محافظه طول كرم للتكريم فليتفضل الاخ عطوفه الاخ الوكيل سليمان الزهيري ابو سمير للتكريم فليتفضل مدير عام وزاره الداخليه الاخ طارق سلامي للتكريم فليتفضل الأستاذ الفاضل خالد أبو سريس للتكريم فليتفضل الأستاذ ياسر أبو هلال للتكريم فليتفضل الأخ رامي السلمان أمين سير حركة فتح للتكريم فلتتفضل الأخت وصال السالم رئيسة المركز النسوي للتكريم فلتتفضل الأخت نهاية الجندي رئيسة لجنة المعاقين للتكريم فليتفضل الأخ محمد أبو محمد صالح الزهيري للتكريم فليتفضل الأست الست أمل أبو حرب للتكريم أمل أمل طب ذكروني قبل ما نبلش في حد ظل لازم نكون فليتفضل من يريد للتكريم يعني أمانة سامحونا إذا سقط سهوا اسم إذا حدا يذكرني ست وجدان موجود يتفضل للتكريم إحنا متأسفين ست وجدان من أحب من أعضاء اللجان أو التنظيم أو المؤسسات المشاركة في التكريم فليتفضل أهلا وسهلا بكم ألف مين أبو محمد صالح الزيري نديت عليه وينه يا أبو محمد ألف مبروك سنبدأ بالأخوات البنات أولا حتى ننجز الموضوع وبسرعة أهلا وسهلا ألف مبروك نعتذر عن أي خطأ صدر في الحفلة أو أي شيء سقط سهوا أهلا وسهلا ألف مبروك فلتفضل الأخت حنان الشلبي للتكريم فلتفضل الأخت فاطمة نغنغي للتكريم فضلت
حنان. فليتفضل المربي الفاضل الأستاذ الفاضل صالح أبو سريس، أستاذ صالح أبو يا حذيفة، تفضل. يعني أي حدا أنا جاهز. مين؟ عمي بلشي بالأسماء البنات أول شيء. رولا أنور تيسير شاويش، سوال لطفي غنام، هديل سيف الدين حسن علي، هديل سيف الدين حسن علي، ريهام خالد محمد عليان، حكيت ريهام ولا ران؟ رند عدنان صالح إيراني، مها أشرف أحمد سليم، دعاء أحمد مصطفى فحماوي، سندس عبد الكريم عبد الله محمود، هو على هقولنا هو التصوير خلص بتحكيش على حدا، لجين عدنان خليل علازمة، خديجة إيهاب أبو الخير، رهف لؤي يوسف خليل، هدى سالم إسماعيل ستود، رونق نضال مصطفى عليان، رغد عمر محمود زغدد، إباء نائر رستم عبد الله، ميس تيسير أحمد الجندي، أفنان مطيع فتحي جمال،
منى محمد إبراهيم أبو عون، آية سائد حسن جبالي، علا عبد الرحيم خضر عليان، مرفت جودة محمد شوابكي، بتول محمد خالد أبو شعلة، رشا محمد سليم سريس، ياسمين محمد موسى، شيماء يوسف سلام صباغ، أنسام جعفر أحمد سرحان، رهف صبحي عبد القادر شبراوي، رايا يوسف عبد الله نصر الله، غيداء أمجد محمد أبو مراد، رنا إبراهيم فؤاد الطيبي، هند صلاح حسن حسين علي، ورود سائد محمد عليان، محفوظ أحمد عليان، نور محمود علي حسين، أماني أحمد محمد أبو سمة، تسنيم حسين رجا شحادة، آية جمال عمر، رنين محمود جمعة موسى، ألاء ياسر يوسف شريم، مريم إبراهيم عيسى صالح، مريم إبراهيم عيسى صالح، آيات عبد الفتاح نمر إيراني،
موسى أحمد الجندي. ياسمين وائل حسين فحماوي. رانيا محمد سعيد حسين علي. سارة سليمان أسعد زهرة. جنان محمد يوسف سعيد. رغد مؤيد مصطفى غريفي. صفاء مؤيد أحمد عليان. لانا عبد الله لطفي ضميري. ريان محمود فرحان عبد الله. أسماء رياض حسين جمال. آية إبراهيم محاجنة. نور شريف سليمان أبو شريف. سماح صلاح أبو الرب. ربا غسان شحادة. سندس غانم أعمل. الطالب يمان صالح أبو سريس. يزن منير عبد الرحيم. خالد غالب عبد العال. زيد محمد محمود. يزن هيثم أبو الهيجة. محمد جمال نواس. أشرف رائد زنديق. مقداد محمود حميدي.
فهد حسين ضميري. مآب مأمون صالح. محمد جمال طريف غنام. منجد جهاد خليل. قاسم مصطفى سريس. أيهم ربيع مرزوق. رامي إياد خالد عليان. عامر عصام يونس. أشرف محمود نمر. معتصم علي سليط. يوسف كمال شلبي. مراد طه إيراني. مهدي عاطف لافي سكران. عبد الله محمد خطيب. صبحي إبراهيم عيسى. حمزة حمد شهاب. كمال خضر محمد يوسف. حمزة رأفت عمر. أحمد حسن أسعد عليان. معاذ ياسر حج يوسف. يزن صاعد شافع. رشاد محمد أبو قصيدو. محسن محمد زغدد. تيسير محسن رجش حادة. محمد فؤاد غنام كنوح. فهد أيمن الحج يوسف. عبد الله نديم أبو العجوز.
ننوه لكم أن بث الحفل سيكون يوم الأربعاء الساعة 6:00 على تلفزيون كل الناس. وفي ختام حفلنا هذا ألف مبارك لطالباتنا وطلبتنا، وشكرا لكم جميعا دون أي استثناء، وكل الشكر لصفحة شمس المخيم وتسجيلات الجبالي. طبعا كل الشكر للأخت أفنان وللأخت ذكرى يعني على جهودهن، والله يعطيه العافية، وباسمي وباسمكم بتقدم لهم بالشكر، وللبنات اللي عاملات برضو من سنة هنش يعطيكم العافية جميعا.